اشتم براحتك. نشتم مين طيب؟ شوف انت عايز تشتم مين. لا يا عم مش انا متاكد ان الكاميرا بتسجل بس كده عشان ما تشتم عشان تشتم. والناس بتسال ايه الجديد؟ جديد؟ اقول لهم ايه؟ وقلت لهم ايه؟ قلت لهم هسال. بيت برتامو بتقولوا ايه؟ زباين بتسال ايه الجديد؟ ارد اقول لهم ايه؟ لما سالوك قلت ايه؟ قلت لهم هسال. صراع. طبعا احنا النهاردة مع احمد خالد مستورد الكوتي. بينا نعمل معاه لقاء في المكتب عنده. زكا عامل ايه يا مرحبا حبيبي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب. ايه هتتحفنا في ايه في المعدات الجديدة الفترة الجاية؟ لا في طفرة كده عملنا تشكيل يدوي جديد في هزاز سيراميك عاملينه. هزاز سيراميك؟ هيشتغل على نفس البطارية الشير؟ نفس البطارية. نزلين مسدسات تسخين بطارية في شوية شير نازل بطارية رهيبة. قلت لي انك منزل برضو هزاز سيراميك بطاريه. هزاز سيراميك بطاريه منزلين 12 و20 فولت. ده هيشتغل سيستم شير. سيستم شير نفس البطاريه بتاعت الشينون 12 الليثيوم تشتغل عليه، وال20 نفس البطاريه بتاعت الشينون 20 تشتغل عليه. المسدس التسخين بطاريه بقى ده انا شايفه قنبله الموس ده الجديد ان شاء الله باذن الله قريب جدا هنسجل الاسبوعين ثلاثه ان شاء الله نكون استلمنا نفس بطاريه الشينون 20 تشتغل على مسدس تسخين. طبعا الهيتر ده هيبقى قنبله الموسم، هيبقى شغله كله مع الكهربائيه والفنيين في شركات الاتصال كده. وانت بتشمع الريكم مش محتاج يكون معاك كهرباء او يكون معاك مجبوري، هو مسدس التسخين ببطاريه هيكفي الغرض. كنا طلبنا منك كاوية لحام بروبلين بطاريه. دي شغاله عليها، دي التصميم اتعمل بتاعها بس جاري التجربه في المصنع عليها بحيث ان احنا نقيس الجوده بتاعتها تطلع كويسه ولا لا. قريب باذن الله هيتم الاعلان عنها، هننزل تصميم ليها وبيتم التجربه عليها وان شاء الله هنشتغل فيها. وان شاء الله باذن الله هنبدا نفتح محلات حصري مكوتي، ودي الجديده ان شاء الله باذن الله. الف مبروك ونتمنى محلات الحصري المكوتي ما تكونش محتكره السوق. لا 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 ان شاء الله باذن الله. في فرصه للتاجر والله. لا بنعمل فيها لقطه حلوه ان انت تقدر تعمل 70% مكوتي وعندك 30% تقدر تجيب اي منتج عادي. طب مش 50 50 حتى؟ يعني 50 60 70 في نفس الرينج، بس دي يديك مساحه ان انت تقدر تجيب بعض المنتجات وبعض الماركات من داخل ماركه مكوتي ومن خارج ماركه مكوتي برضه، بحيث ان انت مكوتي شوب هيكون في تقدر تجيب منتجات تانية، تقدر تجيب ماركات تانية. بس في المجمل ان انت بتبقى 60% 70% من ضمن منتجات مكوتي. لان المنتج بعض الحاجات مش متكامله فيه، فمش هضغطك ان انت مثلا لازم تبقى كل حاجه مكوتي بس. لا عندك مساحه ان انت تقدر بعض البنود اللي انت شايفها كويسه في ماركات تانية لا تقدر تدخلها في مكوتي عادي. بالنسبه للدريلات. الدريلات احنا عايزين دريلات كده حاجه قويه زي 30 نيوتن كده. عايزك لا 50 نيوتن و70 نيوتن. لا منزلين، هي الاسعار بتاعته هتبقى غاليه بس في السوق 50 نيوتن و100 نيوتن غالي، فانا مستغلي شويه. بس في مكوتي لا موجود منه وهقدر انزله ان شاء الله الفتره اللي جايه 50 نيوتن 100 نيوتن هنزل ان شاء الله باذن الله. تقريبا هيبقى عندك كم معده على السيستم شير؟ سيستم شير بنحاول نبقى متكاملين في 50 على الاقل. 50 معده؟ 50 على الاقل. 50 معده هتبقى سيستم شير؟ هي الميزه في البطاريه بتاع مكوتي ان بيشتغل عليها الدريلات المكيتا وشغل المكيتا ب 18 فولت الاستيراد، وبيشتغل عليها معدات الباور اكشن الفاضيه. هي بطاريه كلها شير اصلا تقليد المكيتا كسيستم شغل. البطاريه شير هيتعدل شكلها خالص. نازلة بتصميم ممتاز خارجي بس نفس التعشيم. كفاءة أعلى. نفس التعشيم ولا نفس التعشيم؟ نفس التعشيم. نفس التعشيم بس هتنزل بكفاءة أعلى من اللي موجودة. كفاءة أعلى وشكل جديد، حاجة ممتازة جدا. لسه مأكدين مع المصنع إن إحنا هيبقى فيه 50 معدة بطارية شير. زي نهيتي تكسير هيبقى أجمد من الـ 1900 المكوز. في حاجة منزلينا كده إيه؟ أعلى من الـ 1900 شوية. في قوة الضرب. فادتني في الوقت وفي القوة. الوقت بتاعك ده مشكلة. دايما انت اللي مش مصدقه. دايما الزبون مصدق. الزبون مصدق والله. لا منزلين هيلثي لسه ان شاء الله باذن الله هنستلمه بعد اسبوعين برضه مع الشغل. هيلثي تكسير. في ناس قلدت الشغل بتاعنا ال 1600 وال 1900. منزل لهم معدة جديدة. عشان يقدروا يقلدوها شوية.
انت هو فعلا الالف تسعمية عندك كهيلتي ممتاز فعلا ممتاز وفعلا انا اشهد ان هو اتقلب اتقلب ده احنا نزلناه ازرق اتقلب نزلناه احمر اتقلب بس لسه ما حدش شاف يعني في السوق الان جاي تلاقي الاحمر متقلب دي مع انا هي المشكله ان السوق عندنا كل حاجه بتنجح فيه الناس بتحب المشوار السهل متقلبه طبعا معدات الشير البطاريه دي برضو من المعدات الجميله جدا اللي نزلت عند احمد خالد ده جميل جدا لشغل الجناين يعني لو صينيه برضو سيستم شير ده برضو الصاروخ البراشلس الجديد عند احمد خالد ده الشكل بتاعه ديزاين كان سرعات تقدر تشغل الصاروخ برضو بطاريه 2 امبير بس كان عايز مقبض تمسكه مقبض نوع جديد الرد الثاني من الناس الجاله عايز مقبض ما شاء الله نسيكم ايد واحده عادي شكلها البطاريه الشين نفس بطاريه الهزاز السيراميكي اللي هينزل جديد كده الهزاز السيراميكي اللي هينزل معاك هيبقى 12 فولت بقى ما في 12 في 20 في يعني هينزل هزاز 12 12 20 هزاز 20 ال 12 بس البطاريه بتاعت الشين ال 12 هي بتركب على السيستم بتركب على الهزاز بحيث ان انا ممكن استخدم البطاريات اللي عندي يعني واحد عندي الهيلث ده بقى شغله هيبقى مناسب للمنزل وبس لان ده تخريم مش تخريم وتكسير هو عنده موديل تاني محترم جدا كنا صورناه تكسير وتخريم دي بقى محشة للنجيلة والزرق تاخد زعل ناس كتير قوي مني ليه مش عارف تحس ان انا ليه كمان هو سعره كويس ولكن ككواليتي احنا عايزين حاجه كواليتي تكون اعلى فيه كمان ماشي لما اعمل حاجه سعر خام على قد سعر ده كويس انا ما فرقتش الزوق لكن لما اعمل خامه تعبانه على سعر مأفور قوي برضه مش شايفها لذيذه وجهه نظر بس احنا برضه عايزين يبقى عندك اكتر من مستوى في الكواليتي ماشي عندي ميزان ليزر 16 خط هينزل بعد اسبوعين 16 خط ده هيبقى حاجه بقى قنبله في دماغي هيشتغل بالبلوتوث ده بجد ما اعرفش بلوتوث التليفون تشغل مثلا ليزر هو فكره البلوتوث بتبقى جميله للصناعيه بتاع الجيبسون بورد اللي بيبقى معلق الانزلام على السقف فمش هيطلع كل شويه عشان يطفيه او يشغله هو هيقدر يتحكم فيه بالريموت من تحت ان هو يطفيه او يشغله او عن طريق البلوتوث بالموبايل